عشوائي بس عليك انت عشوائي. قبل ما نبداو من غير ما تقول لي محليك خاطر انت محليك عايش معناتها محليك الفيست اللي لبستها سرقها مع عند كنترول في برشلونه مش مش ما فما حتى علاش تحب خاطر الضامر عايش محليك ولا محليك حسين عايش قبل ما نبداو تبدلت على اخر مره جيتنا حسين في لاباس عم ناول جينا في لاباس كان اللوك نتاعو كيما هكا وتويكا جيتنا السنه اللوك نتاعك هكا حسين بين لاباس وديما لاباس عملت بانيولا وداري ديكور راك عاودوك تعاودت لا وبربي خليونا التصويره هذيا يا خويا هو انت هكا حسين راه ماكش فنان هكا ولع صديق نورمالمون ما تطلعش على كرتاج تطلع في السجا جيران علاش ولع خاطر احمر وكحل هكا مع بعضهم وكحل ولع نار والدنيا نار صحيح وما خيط الصبيول اللي شد هذاك عليه خيط الصباط خيط الصباط هذاك مريم هذاك كل صباط كل والله خريف سطل من بلال مسابي شو نزيد نشوفه خويا الصح تاع حسين فيهم برشا ابداع ثم تصويره توب 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 شوفوا التصويره اللي من بعد خويا طلعت بالقرون حسين مش معناتها بالقرون هكا اش معناتها بالقرون هكا اش معناتها بالقرون بالقرون ايش معناتها اه ما فهمتش اش تيكوال شنو المشكل تنبعد كملوا تحكي لا ما فيش كونوتاسيون خايبة كيش تقول كونوتاسيون خايبة ما نقولهاش تعالى انا ما نقولش حاجة كونوتاسيون خايبة هو شو بدوا فحين لهنا راه ما نلقاوكش في حفلة نلقاوك وراء في لوز المنزل في مسيبة متاعك بيش وراء في لوناس جاولك فهمتني كيفاش ولهنا اخذل عندي سؤال صعيب شوي تحب تمشي تفطر ولا نسيبوك وحدك تسر اختار انت اختار ما قام نحكيو على الذهب خويا فما تصويره عقدتني انا صح لحظه ما دام نحكيو على الذهب وقت احكي على الذهب هاو القرون ذهب اي بلا قول الذهب خويا نرجعوا خويا للتصويره اللي من بعد مش التصويره اللي من بعد شو ما عليها الفيست الفيست ذهب عندك علاقه كبيره بالذهب تحسك طفله باش تخطب ولا مغروم يزر بالذهب وذيك الفوتو البوزه نتاع خالتي اللي لابسها انت سرق لها الفوتو البوزه نتاعها وعلى ذكر خالتي فكرتني ضيعتنا اسمع نحب ديما نقدم تحيه خالتي تصفيقه كبيره على صالح بركه هو الستيليست نتاعي برافو صالح نحبك برشا برافو صالح برافو صالح ما عادش تلبس اصفر يا صالح يا صالح نكلمك صالح بعدين نقول ما عادش تلبس اصفر جمله المفيد في على ذكر هذه الكل وحكيت لك على خالتي انا خالتي مال اخرى ضيعت ناب نشرته طار قعدنا نفركسوا نحن في الناب خويا ما رحنا انا لقيناك انت لبستوا الناب تاع خالتي شوفوا تصوير بالناب ومن بعد التصوير هذا قال لك باتمان بطل حل المفتاح في دقيقه باب الخضره يطلع في المفتاح كذا ويطبع الدنيا والفازات يحل في البيبان ويخلع ويقعد بطل على كي يا حسن توا هو المريول وحده مش خايب والسرويل وحده مش خايب اما ذاك القفطان اللي لابسه فوقهم تحسوا ريدوم قلعوا من الدار وجايبوا علاه تلبس الريدوات يا خويا مش مشكل توا انت صار سلامه بالعكس هذا مش صالح انتصار سلامه انتصار سلامه ما ادري بس صحيح يقلق في صعيب بدل الكل انتصار صالح وسمينا في عبيده عمرنا مرينا في حياتنا بار صالح برك مفيد صالح معروف اي المفيد خويا تيكو شوريك فازه كيف كيف اسمع انت فكرتني نحب زاده تصفيقه كبيره على اللوك نتاعي مون كوفور ليباني من لبنان من لبنان جبتو ما ردوهش برافو فادي شو خاطر من لبنان جا وطردتوه بعد ما كملوا لا مرحبا بي لا نفدلك مرحبا بيك فادي نفدكوا برشا معناتها ساعات احنا بنهزر يا شو اسمه لا لبناني ما تقولوش فادي فادي يوسف نهزر يا فادي اي فادي يوسف فادي يوسف انا نهزر يا فادي تريك باش نوريك انا وفل يا حسين مصريه انا نحكي لبناني على اساس باش نوريك تو الطفله التونسيه عرفت حبيبي تقبرني يا فادي تقبرني يا فادي تقبر قلبي المفيد شو هنيك توا الطفله التونسيه اخويا اول ما تمشي تقابل حماتها هكا البريود الاولى فهمتني شوف كيفاش تبدا محلاها عويقلة متربية عويقلة كذا لحظة وتوا من بعد عامين عرس فهمت كيف تكون طفلة لا لا نحكيك في الحقيقة مش انت الكونسيبت الفكرة فهمت تفهم اوكي وبعديك توا الطفلة من بعد ما تعيش عامين في دار حماتها شوف كيفاش تتحول لهم خويا سحرتهم عائلة كاملة وموكلتهم بوزك زي ميت هذي قبل تي مش مشكل ذاك في حياتك تبعني قبل المفيد نقفلوا بالتصوير الأخرى أخويا هاي سيدي تصويرة واحدة توزن 500 كيلو ودالي تحسوا فرحان على الاخر غزول عامل لك ايه شيخ على الاخر دالي قال لهم لقيت واحد كيما وليد خويا يغني شيخ على الاخر وليد دالي اوكي قلت كيما وليد خويا يغني معناتها فعل يغني لا فعل يغني يغنوا زوز يغني عاد كيما حبهم برشا يعطيهم الصحة يعطيهم الصحة مش كيما يغني وليد اللي هو مش كيما حسين تي حسين وليد ما عندوش عرب باش يسبغوا اصفر هذيك المشكلة يعطيك الصحة حسين ميرسي بوكو خويا اما تحبه كان في الاخر وليد تقارن فيا خويا لا خويا حسين هذيك لما الواحد كذا يعطيك الصحة ميرسي سيدي عبد الحستوري